نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن المعلوم أن هذه الأيام التي نحن في نفحاتها بإذن الله تعالى هي أيام فرضه الله عز وجل، وهي أيام الحج، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وهذه الأيام متعلقة بأبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع البيت الحرام، كما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال الله عز وجل: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذه الأيام لها تعلق بأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام كان ينهى قومه عن الشرك بالله، كان ينهى قومه عن الشرك بالله، ولذلك نهى الله عز وجل عن أن يحج بيته مشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا. فذو المشرك ما يمشي يقول دار حج، يمشي يملي بيت الله ساي، ما تعمل لك زحمة وتمشي والفج الأول والفج الثاني، ما عندك شيء يا ذول. ذول بتعلق تميمة، بتمشي تطوف بقبة فكيه، بتمشي تسيف تراب الشيخ، وتعتقد إنه الشيخ بينفع ويضر ويجيب الرايحة مع الله عز وجل، ما تمشي تملى بيت الله ساي، ما عندك أي حاجة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا. ولذلك حاج إبراهيم قومه، قال الله عز وجل في سورة الصافات، قال الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. جاء ربه بقلب سليم، يعني قلب خالي من الشرك بالله. إذ جاء ربه بقلب سليم فقال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ إنتوا بتعبدوا شنو؟ في إجابة في آية أخرى قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا: ليه ونحن بنعبد أصنامنا دي؟ كان عاجبك عاجبك، ما عاجبك امشي شوف لك شغلة. فقال لهم حاجهم إبراهيم عليه السلام، فقال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ده سؤال منطقي جدا. قال لهم ديل اللي بتدعوهم من دون الله عز وجل، هل يسمعونكم؟ بيسمعوكم؟ إذ تدعون بيسمعوكم؟ لذلك قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ما بيسمعوا. ربنا قال: ولو سمعوا، حتى لو سمعوا ذاته، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل خبير. تندهم يا صالحين، قبل فوق نادي أهل الزوج، وقبل تعيد نادي مسك،
وقبل قدام نادي الهمام، وقبل ورا نادي بشرة، ونادي وقبل صعيد نادي عوض جيد. قال ربنا قال لك ما بيسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ليش؟ نعم، إما أن يكون بعيدا منك ما بيسمعك، ولا يكون ميت أكل الدود وأصبح رميم ما بيسمعك. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلذلك حاج إبراهيم قومه فقالوا له شنو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فقال لهم إبراهيم عليه السلام: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا بيسمعوه لا بينفع. طيب انتم بتعبدون لشنو؟ حتى قال إبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. لما دايرين يخرجوا خلاص لعيدهم دعوه، قال له راح كم على العيد بتاعنا ده. فقال إني سقيم، يعني أمرضتموني بشرككم، شرككم ده مرضني. فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم وكانوا يضعون عندها الطعام عشان يأكل. بيعتقدين إن الأصنام دي بتاعت بعد ما يمشوا منها. مع ناس بقولت دايما المشرك على مر الدهور والأزمان بيكون بليد ما فاهم حاجة. قول لك الشيخ ده يا سلام طلع كراعه اليوم ذاك بالله، وقبره طلع مويه، احتمال عصرته يطلع زيت ما معروف. ها يقول لك الشيخ طلع مويه والشيخ طلع شنب، ده يسيع عقائد الصوفيه. عشان كده ابراهيم عليه السلام قال: فراغ الى الهتهم. قال الله عز وجل: فراغ الى الهتهم فقال: الا تاكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. قال ابن كثير عليه رحمة الله، قال: والضرب باليمين، انت لما تضرب باليمين، قال ابن كثير، قال: الضرب باليمين اشد وانكى في الضرب. لانك انت لما تضرب حاجة باليمين ما زي بتضربها بالشمال، الضرب بيكون اقوى باليمين. ولذلك ابراهيم عليه السلام حطم الاصنام باليمين، فحتى أتوا وحاجوه. قال الله عز وجل في سورة الأنعام، قال: إذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك، إنت يا أبوي إني أراك وقومك في ضلال مبين. إنتوا كلكم ضالين. ليش؟ لأن عبدتوا غير الله عز وجل. عشان كده يجب زول مسلم او اي شخص اي زول يعبد الله براه ولا يستعين الا بالله. لا تمشي ليه الفكي البرعي، لا تمشي للكباشي، لا تمشي للصايم ديما، لا تدعو التجاني زي ما قال لك البرعي الهالك عمله الله بعدله، عمله الله بعدله. لانه الان في ناس بيدافعوا عنه. حامد بابكر عنده حلقه في العربي يجي يقول لك: وهؤلاء الوهابية دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له شنو ما بعرف، جيب له حديث ضعيف ساي يجي يركبه فينا وهذا كله من البهتان العظيم. وهؤلاء من الدعاة الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله: إن من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. يا هو الأصاغر زيدين محمد المنتصر الإزارق وحامد بابكر وغيرهم من الشفتة العطالة اللافين اليوم دل، كلهم دعاة شرك. والله تعتقد الكلام اللي بيقوله محمد المنتصر الإزارق بتمشي جهنم من أقرب طريق. لأن الزول ده يقول لك الشيخ بينفع يضر، والشيخ والشيخ بيخلق وغيره، فيصرف هذه العبادات لغير الله. كله يجيك في الإذاعة ليل نهار تقول بس مجرد عربته جنب الإذاعة، بس يجيبوا لك
محمد المنتظر برنامج فتاوي السبت ده فعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ديل الأصاغر شفت من العطالة بيجيبوا من الآن إذاعات قناة السودان وقناة النيل الأزرق وقناة عنده قناة الليلة عملوا له جديدة قناة الخضراء كلها تدعو للشرك بالله عز وجل. فلهذا لا بد للإنسان أن يوحد الله ربه وأن يستعين به وحده. هذا وصلى الله على محمد وأقدم هذه المادة.